هنا كرياضية سابقة لأول جزائرية اللي تحصلت على البحر الميدالية الذهبية في البحر الأبيض المتوسط، وكان لي بالمناسبة رقم قياسي تاع البحر الأبيض المتوسط ورقم قياسي أفريقي، وأنا فخورة بهذه النتائج اللي مثلت الجزائر أحسن تمثيل في وقت سابق. هي الذهبية كانت في السباعي، وبالنسبة كانت أول المرأة الجزائرية اللي تحصلت على الميدالية في تاريخ الجزائر، ودرت وجبت ميدالية برونزية. كان الناس بزاف ما على بالهمش، فبكري كانت رياضية، الناس كانت تمشي بالروح الوطنية كانت في القلب، وما كانتش المادة وما كان والو. كنا صح حنا كان لينا كي ندخلوا الميدان الهدف تاعنا تمثيل الجزائر، نمثلوا الاعلام الجزائر ما يكذب عليك. كنا رحنا بعد دول وين رحنا لي جوز افريكان، رحنا ما شفناش. نهضر لك عليا انايا، ما رحت لي جوز افريكان اي جافي 3 ديسيبلين افير، والله ما شفت كينيا كيف عامله. علاش؟ هلا الهدف تاعي نشرف الجزائر في احسن تمثيل. للرياضيين يفوا اتخ اوبجيكتيف، عندك لعب البحر الابيض المتوسط في بعد الشهرين هادو، لازم رياضي نوجه له رساله، عنده مهمه كبيره في بلاده، اولا في بلاده في الجزائر، وثانيا لازم يمثل الجزائر احسن تمثيلا. في سيت ان بليزير ديجا كي راني نهضر معاك هكذا، انا نحس لحمي كامله ويتشوك، سادير ريفونون لي زاني لي جازو.